أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع لمادة اللغة العربية المستوى. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تميز بين التاء المربوطة والهاء في اللغة العربية، أيضا تتعرف على كيفية كتابة مقالة عن سلبيات وإيجابيات وسائل إعلام وقراءة نص في خدمتك وبيان المعاني الجديدة الواردة في النص. كيفية التفريق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة والهاء. التاء المربوطة هي التاء التي تلفظ تاء متحركة خلال الكلام إذا ما تحركت، وتلفظ هاء إذا كانت هذه عند الوقف الساكن. أما التاء المفتوحة هي التاء التي تلفظ تاء سواء خلال الكلام إذا تحركت أو عند الوقف إذا سكنت، فلفظها لا يتغير في كلا الحالين. الهاء هي ما يلفظ هاء سواء عند الوقف أم خلال الكلام، وهي أيضا جزء يتم إضافته إلى الكلمة وليس من أصلها. مواضع التاء المفتوحة في الكلام عزيزي الطالب: تاء التأنيث الساكنة، وهي التاء التي تكون علامة تأنيث للفعل الماضي، وذلك على نحو ذهبت، قرأت، لعبت، تفقدت أو تقدمت. تاء الرفع المتحركة، وهي التاء التي تنوب عن الفاعل في الفعل الماضي، وذلك على نحو درست، قرأت، لعبت، قضيت، وقرأت. تاء الفعل الأصلية، وهي التي تكون من أصل حروف الفعل، وذلك على نحو مات، بات، نبت، سكت. أيضا مواضعها في الأسماء والحروف هي: التاء في جمع المؤنث السالم، علامة جمع المؤنث السالم هي الألف والتاء المبسوطة، وذلك على نحو مدرسات، معلمات، قارئات، طالبات. التاء في الاسم الثلاثي ساكن الوسط، وذلك في الاسم الثلاثي إذا سكن وسطه، وذلك على نحو بيت، وموت، أخت، بنت. التاء في الاسم المفرد المذكر غير الثلاثي، وهي التاء التي ينتهي بها الاسم المذكر فوق الثلاثي، وذلك على نحو تابوت، طالوت. التاء في جمع التكسير الذي ينتهي مفرده بتاء مفتوحة، وذلك على نحو بيوت في جمع بيت، وأموات في جمع ميت، ميت. وأيضا التاء في ضمائر الرفع، وذلك في أنت، أنتما، أنتم، أنتن، وأنت. التاء في الحروف، وذلك على نحو لات، ولعلت، وليت. أما مواضع أثناء التاء المربوطة في الكلام فهي الاسم المفرد والمؤنث غير الثلاثي، الصفة المفردة المؤنثة، والتاء التي تحدد الواحد من جنس الأشياء. الاسم المفرد المؤنث غير الثلاثي هو كل اسم يخص شيء سواء كان اسم علم أم اسم شيء وينتهي بتاء مربوطة، وذلك على نحو فاطمة، حمزة، مسطرة، قبيلة. الصفة المفردة المؤنثة أي أن يؤتى بمؤنث الصفة فتضاف لها التاء المربوطة كعلامة تأنيث، وذلك على نحو عالمة من عالم، صادقة من صادق، إنسانة من إنسان، وسمحة من سمح. التاء التي تحدد الواحد من جنس الأشياء، فأسماء الأجناس يتم تحديد واحدة بإضافة تاء مربوطة إلى اسم الجنس، وذلك على نحو شجرة من اسم الجنس شجر، ثمرة من اسم الجنس شجر، وتمرة من اسم الجنس تمر. صيغة المبالغة فعالة، جمع تكسير الذي لا ينتهي مفردة بتاء مربوطة، وذلك رعاة من راعي، وقضاء من قاضي، وهدى من هادي. أضرب ظرف ثم، وذلك التفريق بينه وبين حرف العطف ثم. أيضا مواضع الهاء في الكلام: هاء الضمير الغائب والهاء الأصلي. أيضا تتعرف عزيزي الطالب في هذا الأسبوع عن كيفية كتابة مقال ومقال في خدمتك. المقال في الجامعة أو المدرسة يعبر عن نوع من أنواع الكتابة التي تتناول موضوعا واحدا محددا، وغالب ما يكون الهدف منه إقناع القارئ بأمر معين من خلال عدد من البراهين. ولا بد أن تتوفر في المقال عزيزي الطالب مقدمة، وهي تكون واضحة مع تقديم تلخيص المقال والهدف من كتابته، فقرات ذات تسلسل منطقي ومنهجي، أيضا خاتمة يوضح تلخيص موضوع المقال والهدف الذي كتب من أجله. للقراءة عزيزي الطالب فوائد عظيمة، حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وأداب، وتريحه من الإجهاد والإرهاق، لا سيما إذا ما قرأ كتب الأدب والروايات، وتنمي أيضا مهارات الكتابية وقدراتها على التفكير التحليلي من خلال تحليل المعلومات وربطها معا، بالإضافة إلى أنها تبعد الفرد عن الوقوع في المعاصي التي تتسبب بها أوقات الفراغ، ونتيجة لهذا كله يعم صلاح بين المجتمع. القراءة مهمة عزيزي الطالب للعقل،
لتنمية المهارات العقلية وتطويرها بالإضافة إلى صقل الشخصية، فيجب على الإنسان أن يخصص جزءا من وقته لقراءة ما يتناسب مع ميوله وأهوائه. فالقراءة غذاء العقل والروح، يتعلم منها الإنسان الأخلاق وكيفية التعامل مع الآخر. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.